يسعدنا ان احنا نعرف المزيد من التفاصيل من خلال انضمام الدكتور جمال صيام، استاذ الاقتصاد الزراعي، معنا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك دكتور جمال. يا صباح الفل عليك وعلى المشاهدين جميعا. صباح النور. محصول استراتيجي مهم جدا، كل سنه الحمد لله بتزيد الارقام الخاصه بالزراعه والخاصه بالحصاد لهذا المحصول. شايف حضرتك التوقعات الخاصه بهذا الموسم تحديدا، جهود الدوله بتسهم ازاي في زياده الارقام الخاصه بهذا المحصول عام بعد الاخر؟ طبعا نقول في الاول ان المحصول القمح هو المحصول الاستراتيجي رقم واحد في ملف الامن الغذائي. اكيد. طبعا يعني ولذلك بينال اهتمام كبير جدا من الدوله فيما يتعلق ب يعني الانتاج وبالنسبه والتوريد ايضا. نعم. طبعا يعني الدوله الحقيقه احنا حاليا بننتج حوالي في الوقت الراهن يعني بننتج 45% تقريبا من استهلاكنا المحلي من القمح البالغ حوالي 21 مليون طن وبنستورد الباقي يعني. تمام. طبعا الدولة بتستهدف أكتر من حاجة يعني. الأول إن احنا نصعد نسبة الاكتفاء الذاتي ديت من 45% إلى 70%. وده خطة بتضعها الدولة وعاملة إجراءات معينة يمكن هنتكلم عنها. في مدى زمني قد ايه تقريبا يا دكتور؟ في مدى زمني 3 سنين يعني. نعم. من الان يعني. تمام. وبتتخذ اجراءات. النمره 2 طبعا مساله التوريد والتخزين الاستراتيجي. طبعا الدوله في مقابل طبعا تتولى مساله رغيف الخبز البلدي المدعم يعني. نعم. ولذلك التوريد مهم جدا بجانب الاستيراد يعني. التوريد الحقيقه الدوله الاجراء الاول اللي عملته في من ساعه زراعه القمح اعلنت انه في سعر ضمان 1250 جنيه، وهذا السعر سوف يزيد بزياده سعر الاستيراد تبعا لحاله السعر العالمي ساعه الحصاد، وده اللي حصل فعلا يعني بالظبط. وصل ل 1450 او 1500 حسب درجه النقاوه. درجه النقاوه العاليه يعني 23.5 قيراط يعني. نعم. وتقل ل 25 جنيه مع كل درجه، بتصل الى 1475 للدرجه الاقل يعني في النقاوه 22. تمام. فالحقيقه ده سعر مشجع جدا. يعني شجع المزارع انه يزرع اولا يعني مساحه القمح. يعني معقوله يعني طبعا يمكن تكون اقل شويه من السنه اللي فاتت، لكن مع مزاحمه البرسيم ومساله ازمه العلف المساحه كويسه جدا. طيب بمناسبه ان حضرتك ذكرت هنا برضو الاعلاف، يعني برضو في جهود ايضا بتتبعها الجهات المعنيه في الدوله المصريه علشان تضمن ان هذا المحصول محصول القمح ما يتمش استخدامه في صناعه الاعلاف، ويعني اعطائه في صناعه اعلاف للحيوانات، وبالتالي هنا الجهود دي مهمه جدا برضو عشان نضمن توريد اكبر كم ممكن من هذا المحصول الحيوي والضروري يا دكتور جمال. طبعا اللي حصل انه العلف طبعا مع ازمه الدواجن والحاجات دي اعلاف الدواجن السعر ارتفع جدا المحلي بالنسبه للاعلاف، فيعني طبعا كان في تخوف انه القمح يستخدم في مصانع الاعلاف يعني يدخل كمكون من مكونات الاعلاف الدواجن وكده. طيب. وبالتالي يعني والمزارع السمكيه ايضا. ايوه نعم. وبالتالي عايزين نوقف هذه الظاهره او نواجه بشده وبحزم هذه الظاهره تماما. نرجع مع حضرتك الى باقي الجهود يا دكتور جمال اذا سمحت، يعني حضرتك ذكرت الجزء الخاص بالزراعه والجزء الخاص بالحصاد والتوريد، ياتي الجزء الخاص بالتخزين. عايزين نعرف من حضرتك برضو جهود الدوله في هذا الشان، الصوامع العديده التي تم انشائها، وازاي برضو بتحافظ باكبر قدر ممكن وتقلل الهدر والفاقد في منظومه الزراعه و جني وتخزين القمح. هو الحقيقه اللي حصل انه من سنه 2020 لسنه الكورونا حصل طفره كبيره جدا في مساله الطاقه التخزينيه للصوامع يعني. نعم. كانت الاول مجرد شون البنك الزراعي، شون يعني بدائيه معظمها يعني، لكن حصل انه في الدوله فعلا تبنت، وكان في سنه كورونا في ازمه كبيره يعني برضه. بالاضافه اللي بعد كده السنه الازمه الروسيه الاوكرانيه.
تمام. الحقيقه في طفره كبيره جدا في الصوانع، بحيث انه كان التخزين الاستراتيجي حوالي 1.5 مليون طن فقط، دلوقتي 4.5 مليون طن. نعم. فالحقيقه 3-4 مرات يعني تضاعفت الطاقه التخزينيه للقمح، وده الحقيقه مهم جدا، لانه يعني انت يعني لتامين حاجه البلاد من القمح على مدى العام كله. بالطبع، ويعني من الجهود برضو اللي كانت موجودة جهود التقاوي ومراكز البحوث الزراعية هنا في إيجاد تقاوي بتدي وفرة أكبر في الإنتاج، برضو دي كانت مهمة جدا وبتسهم بشكل كبير في زيادة الكم المحصود من هذا المحصول الاستراتيجي المهم جدا زي ما حضرتك ذكرت، بيأتي في الأهمية رقم واحد ربما كمحصول استراتيجي. ألف شكر لحضرتك الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، على كل هذه المعلومات. ألف شكر يا دكتور.